هناك كلام مهم بعظم اكتسابه. فين الخروف يا فين الخروف يا مهيب؟ مهيب يصرخ فين الخروف؟ مهيب بيصرخ فين الخروف؟ واحنا بنقول له اذبح الخروف واقطع ديله يا مهيب. مهيب عبد الهادي كتب تويته امبارح بعد ما الاهلي كسب الوداد، قال لك انا لغايه دلوقتي ما خدتش خروف. ايه لا الخروف جاني ولا اعرف عنه حاجه، بس مش هسيبه، هطالب بالخروف ومش هسيبه لان الاهلي كسب. ايه اللي حصل؟ ما اعرفش ليه يطلع لعيب كوره سابق. الاهلي لسه ما لعبش كان مع الوداد، لكن لما يطلع حد يتحدى لا مش هيحصل، ولو حصل ما اعرفش هيعمل ايه. نفكركم الاول بفيديو شوقي السعيد مع مهيب عبد الهادي ونشوف حكايه الخروف ورايه ايه. ستصاب بصدمه لو فاز الاهلي بدوري الابطال، دي مستحيل، دي خسر الزمالك المركز الثاني في الدوري، انتقل مصطفى محمد لبيراميدز. بص مبدئيا فوز الاهلي ديت مستحيله لان الاهلي هيخسر من الوداد. يعني الاهلي لو فاز مش هتصدم يبقى عادي؟ لو قلت لك امنيه يبقى انا يعني امنيه ان هو انا مش عايزه يكسب. وهو مش هيكسب الوداد لان انا متاكد من كده. مركز انت. متاكد. عامة لو يعني لو كسب النادي الاهلي هجيبك تاني يوم. لا مش هيكسب. ما انا مش هيكسب. لو كسب هجيبك. انا بقول لك مش هيكسب النادي الاهلي، مش هيكسب الوداد. انت مركز قوي مع الاهلي. لا والله يعني عايز اجيبك. بص يا كابتن لو كسب النادي، لو كسب النادي، سجل حسني، لو النادي الاهلي كسب الوداد هتعمل ايه؟ اجيب لك خروف. هتجيب لي خروف؟ انا متراهن مع محمد بيه ابو العز على خروف وضحك عليا، بس انا بقول لك انا هجيب لك خروف. يعني الاهلي لو كسب الوداد هتجيب لي خروف؟ اه. مش ليا بقى، احنا هنذبحه لله. هنذبحه قدامك قدام الكاميرا. هنوزعه للناس. اه. وهنجيب كاميرا ونصور. اه حاضر. خروف ولا خليها خروف على يعني. خروف؟ خروف. خروف لله. كابتن شوقي السعيد الحقيقه اللي محدش يعني يتذكر له الا اذيته للعيبه واعترافه. واعترافه. ان هو كان بيتعمد يضرب اللعيبه، وكان في اشاعه انه بينزل معاه مسمار او حاجه زي كده. مره قال هذا الكلام. انما عاد الى الساحه من منظور كراهيه الاهلي، المزايده بكراهيه الاهلي والهجوم على الاهلي، وكانه يعني فيها كارير او فيها حاجه يعني. يعني حد قايل له ما هو انت عشان تبقى على السطح اعمل حاجه زي كده، بس عشان تاخد فلوسك المتاخره هاجم الاهلي. طب هو خد فلوسه متاخره؟ ما اعرفش بعد الخروف ايه اللي حصل. لا ده هو هيدفع ثمن خروف مهيب كمان استدرجه. يعني مهيب ده كمان مشكله. قال له طب لو الاهلي كسب، قال له ادي لك خروف، بس المهيب مش لاقيه. بيقول له قال له لا دي امنيه وتوقع مش هيكسب. يقول قال له مش هيكسب. طيب نشوف بقى المهيب هياخد. طب اذبح الخروف يا مهيب، اذبح الخروف واقطع ديله والنبي، اقطع ديله علشان الناس تتعلم انه ما ينفعش كده. اللعيبه كل لعيبه الكوره لما يتصدوا للعمل الاعلامي ويقدموا رساله للناس بلاش بس الكراهيه. انا بستغرب ليه انت بتستضيف حد كل حيثياته، كل حيثياته بجد انه بيجاهر بكراهيته للناس.